أنا بتوقع من محافظة الديوانية، راح نتجه إلى البيت نشوفكم أجواء رمضان إن شاء الله ما قبل الفطور، ورمضان كريم عليكم. السلام عليكم. أما قواتش الله ورا الأربعين نبدي إحنا يعني نتهيأ للفطور، شو راح نسوي اليوم؟ البنات هم يشتغلون ويانا، يسوون زلاطات، يسوون اللبن، يحضرن التمر، يحضرن الرقي. عاداتنا القديمة احنا وعلى يعني توارثناها من اهلنا، احنا لازم ويا قبل الافطار ندز لنا صينية للجوارين، من عندها هم يقرون الفاتحة وهم يذوقون من اكلنا، لان بها اجر وثواب. احلى ما بي رمضان هي سفرة الافطار، يعني تشوفها فد اجواء حلوة يعني روحانية، ومن نقعد على السفرة وبعدين الأب الكبير هو اللي أول مرة يبدأ بهاي الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا وعليك توكلنا. أهم شيء هي اللمة والجمعة، أحلى ما في سفرة رمضان، فدائما إحنا نكون سفرة واحدة، واحد يعزم الثاني. أتمنى هاي الإفطار اللي يلمنا ويجمعنا بالديوانية أن يجمع جميع العراقيين، كل محافظات من الشمال للجنوب. رمضان يوحدنا.